60 وماشي يحسب هذا ايش يحسب انا فيه فهمت بلي حياتك فيه خلي فهمت بلي واحد الله جوج ثلاثة أربعة خمسة 43 44 الكوزينة كاملة أخويا 44 الأول أخواتي يقول 20000 ريال 20000 ريال 22 24 شحال واصلة هذه؟ 50 أخويا 50000 ماشي 100 الاخوان السلام عليكم مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير اليوم ان شاء الله باذن الله غادي تكون عندنا جوله في السوق ديال الخميسه وسطاس بقاو مع الفيديو باش تشوفوا كيفاش داز السوق اخوان كيف ما كتشوفوا في هذه الاثناء الا دخلنا للسوق ندخلوا نشوفوا الجو كيفاش داير كيف اللي السوق عامرة الصباح هذا الاخوان شحال هادي اخويا اللهم امين شحال هادي ومعلم اخويا شحال هادي صحابي هادي ها كيداير غادي يربح حميد 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 واربعين كل مرة تحطها في النونة مروية لا واش ديالك هذا ادريس ادريس ديالك هذه شحال واصله هذه؟ 50 اخويا 50 الف 50 الف ماشي ال 100 ماشي ال 100 ما نعرف انا شنو انا عرفت شي حاجه ما عرفت شنو تندير ما عنديش مشكله الكوزينه هي الاولى حميد حتى شحال واحد انا ما حسبتش ما حسبتش يا
ديال مروكو مولي اخويا الكودا الكودا ديال صالح من بابي ما دوين بارك بلاص واش هذا ديال رمضان 43 كوزينه كامله اخويا 44 مرحبا صور لا ما يبقاش فيه بزاف 24 27 ريال لا لا ويا طيب اشوالكم اخويا احنا بثلاثه بينا 27 او 27 واحد 27 29 عليك يا لا يوم خاوية ما كاينش البلادي لا خاوية 28 لك اخويا واحد 28 جوج 28 شوالك اخويا دابا باينة لا تقول لي واش تريد واش تريد لا لا لا
لا يبقى صافي يبقى بيناتنا صافي ولكن انت تقول لي 300 وي كسيريتور عندك هابطه الله هو هذا السيري 300 صاحبي ما بغيتيش تهبطني على 300 50 الفران.